السلام عليكم أخي وأختي، أهلا وسهلا بكم. اليوم عدنا لكم بفيديو جديد وطريقة جديدة. إخواني أخواتي، دائما معكم في الجديد، ودائما كنبحث لكم على شي طريقة اللي غادا تنفعنا وتنفعكم. إذا إخواني أخواتي، بقاو معايا باش نوريكم الطريقة ديال تدكان المانجو أو لزراعة المانجو. غنشدو العظم ديال المانجو وغندير له طريقة جميلة جدا وطريقة سهلة، ومني غادي ندكنوها غتكون طريقة سريعة وغينوض لنا هذاك العظم اللي زرعنا أو لا الويسو أو لا الدكانة اللي درنا أو لا الغرسة. مني غادي نحطوها غادي تنوض لنا بسرعة في ظرف 7 أيام أو 10 أيام، ولكن أنا كنعطيها 15 يوم، يعني 15 يوم باش كتكون الشجرة واجدة. إذا دائما الناس كيسولوني على بعض الحاجة اللي خصني نهضر لهم عليها، ولكن اليوم غادي نتكلمكم على المانجو، ومن بعد نتكلمكم على حويجات أخرين. غتابعوا معايا الفيديو كيفاش غادي نقيو هذاك العظم ديال المانجو بطريقه سهله، وغادي ندكنوه بواحد الطريقه هي سهله، وغنحطوه في درجه الحراره هادئه او لا يعني ما سخونه ما بارده، وغادي يكون لنا بصحه جيده، وغنحطوه في الخيشه ديالو او لا البورصو ديالو. ومن بعد ان شاء الله مده 6 شهور غادي تكون لنا شجره ممكن نمشيو نزرعوها في الارض ديالنا. الا بغينا نلقموها نلقموها نديروا لها التطعيم، او لا ما بغيناش نلقموها بلا ما نديروا لها التطعيم يمكن لينا نديروا ليها الخاتم، وغادي تكون نفس هذاك المانجو اللي كلينا غتخرج لنا نفس هذيك المانجو. اذا اخواني اخواتي، دائما في الجديد، وما تنساوش اخوان تبارك الله عليكم. غتكملوا معايا الفيديو بهالطريقه اللي غادي نوريكم. عندنا هنايا المانجو، ها هي كاينه وحده عظم اللي غنخدموا به دابا غنديروا به الفيديو. وعندنا هاد لا لا نقولوا حنا مثلا شكيت السوبيرا، يعني السوبيرا هي غنحتاجوها عاديه. وعندنا الكاغيط اللي هو البابيل او لا سيربيتا اللي هي كاغيط. وعندنا حتى الميكا غنحتاجوها. هاد الميكا حولتها لكم في بلاست الالومنيوم، يعني في هذاك الكاغيط اللي هو البابيل الالومنيوم حيدناه ودرنا هادي. علاش؟ باش نسهلوا لكم الامر. وراه كيف البابيل كيف هاد الميكا او لا مثلا البلاستيكا. اذا غنشدوا هاد العظم غنقلبوا على هاد الزاويه هادي، ماشي هي، غناخذوا هاد الزاويه هادي اللي كتكون مزغبه بزاف، اللي كتكون ها هي هنا باينه، هذا غيكون فيها اللي هو غيكون الراس ديالها غيخرج من هنايا. غنشدوا بهاد الطريقه هادي باش نقطعوها بحال هكا، نقطعوها مزيان بحال هكذا، ونحاولوا نحضيوها ما نضربوهاش. ومن بعد غادي نجيو غنفتحوها بحال هكا، وغنجيو بهذه الطريقه هذه سهله، غنفتحوها بحال هكذا وغادي نخرجوها بهذه الطريقه هذه. دابا المانجو هي هذه. اذا هذه المانجو غنشدوها بهذه الطريقه، غنعملوا ليها بحال هكذا، وغنشدوها غنحطوها بحال هذه الطريقه هذه. ومن الاحسن ندير الليغات، لان باش نيفيتيو البكتيريا، ما ربما اليد ديالنا تقيش شي حاجه، والموز ديالنا يكون مغسول مزيان. وهذا الشيء راه كلشي جديد، ما كاينش مشكل، ولكن اليد ديالنا كتجمع لي بكتيريا. نجيبوها ماشي في الوسط، على الاقل في الوسط ديالها، ولكن الا كنا نغطيو لهاد الجهه من الاحسن تكون لهاد الجهه، لان باش هي غتنوض من هاد الجهه هذه. اذا غنديروا لها بهذه الطريقه هذه بحال هكذا سهله، وغنجيبوها هنايا باش نحول لكم هذا هنا في الوسط، وغنحطوها في الوسط هنا، ها هي محطوطه في الوسط ديالنا. وغنجيبو الماء ديالنا وعنبداو نرويوها بهذه الطريقه هذه بحال هكذا، نرويوها في هذا الشكل هذا. وهذا الماء اللي عندنا هنايا الا كان نحيدوه ونديرو له بحال هكذا. وغنجيبو هذا الميكا اللي قلنا حيدنا البابيل الالومنيوم، وغنحطو هذه بهذه الطريقه هذه. ما نبركوش ليها بزاف، نحاولوا نبركوا ليها من هنا باش تعطيها واحد القوه ديال الصهد. ومن بعد غنجيبو هذه القفاله ديالنا ونقفلوها، وها هي صوبات، يعني ها هي تسدات، وغنحطوها في شي بلاصه بارده
اللي غتكون عندنا تحت الكوزينه مثلا، اما تحت الكوزينه او لا في شي تحت شي حاجه اللي هي بارده، او شي كراج عندنا بارد، المهم شي بلاصه اللي هي بارده، ما بارداش بزاف، بارده عاديه بالجو عادي. ومن بعد ملي غادي نخليوها 7 ايام غادا تنوض، يعني 6 ايام او 7 ايام غادا تنوض. ومن بعد ديال 10 ايام يمكن لينا الا بغينا نزيدو نعطيوها هذاك الايام الاخرى نكملوها 10 ايام باش بالضبط نلقاو القلوبه خارجين. انا كنعطيها 15 يوم حتى كتخرج الشجره، تولي الشجره هنايا لداخل، فاش كنحلها كنلقاها شجره. ولكن بقاو معايا في هذه، غنعطيها 15 يوم وغنشوفوها كي غادا تولي لينا باش نكمل لكم الفيديو ان شاء الله. الفيديو الكماله ديالو ما غاديش نحط لكم هاد الطريف حتى تنوض الشجره ونمشي ندكنها، عاد نحط لكم هذا الفيديو هذا. وهذه طريقه زوينه بزاف وسهله باش ما تضيعوش العظم ديال المانجو، لان كيخمج في الرمله. الا بغيتو تيفيتيو هذا المشكل ديال الخماج، اي عظم حطيتوه ودكنتوه غادي ينوض لكم. يلا تهلاو لي فراسكم، الكمال هذا الفيديو ان شاء الله قريبا. السلام عليكم. اذا الاخوان ها هي نايضه، الحمد لله شكرا. غادي نحيدو الميكا ديالنا اللي كنا دايرين وعنشدو الكاغد ديالنا. اذا ها هي ناضت بسلام. دابا هنا كيبان لكم يعني مازال الكاغيط راوي، كيبان لكم مازال الكاغيط راوي. غنشدوها بحال هاد الشكل هذا وغنحيدوها من هاد البلاصه، وغنشدو وغنقطعو الكاغيط ديالنا وغادي نطلع عليها. سبحان الله ما شاء الله. اذا هنا كنديرو بحال هكذا، كنبداو نعريو عليها وكنشوفوها كيفاش الجذور ديالها مشاو في الارض او لا مشاو في هذا الكاغط. اذا ماشي الارض، هادشي راه كاغط. اذا ها الجذور خارجين، شوف ها هي مشات هنايا، شوف الجذور ديالها. واخا ما نقطعوش الكاغيط كامل ماشي مشكل، الا حيدنا غير هذاك الطرف ديال الكاغيط اللي كاين تمايا. اذا غنحطوا هادشي هنا، غنحيدوا هادشي بشويه علينا. اذا الاخوان الا جيتوا تلاحظوا، شوف سبحان الله، هاد العمليه ماشي عاد درتها اليوم، كنديرها بزاف المرات، ولكن اليوم بغيت نشارك معاكم ندير لكم فيديو ديال الناس سولوني بزاف قال لك كيفاش غنديروا نزرعوا المانجو راه كيخسر لينا. الاخوان اللي بغيتوه ما يخسرش لكم راها ساهله كيفاش تقدروا تزرعوه. انا كنحيد الكاغيط شويه بشويه، ها هو وها الشجره وها هي خارجه. دابا مباشره غنمشيو نحطوها في الساك، غتبقاو معايا حتى نمشيو نحطوها في الساك، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نديروا ليها في الساك اللي فيه الرمله، وكيفاش غنخليوها تولي لنا الشجره. من واحد 6 شهور غاديه تلقم او غنطعموها وغتولي الشجره. هذا العظم ديال المانجو. انا عندي الخناشي الخيش او السكان، وعندي الرمله، عندي كلشي، ولكن فضلت هاد الساك عامر فيه افوكادو، ها هي ميته ماتت. غنحيد هاد الافوكادو وغنزرعو بلاصتها باش نسهل عليكم، يعني تقدروا تستافدوا بواحد الساك اللي عندكم فيه شجره ما عجبكمش فيها زيتونه ولا حامضه ولا مثلا افوكادو ميته ما غتعطيش، ولا اي حاجه عنبه اي حاجه، يمكن لك تحيدها وتزرع في بلاصتها هذه. يلا شاهدوا معايا كيفاش غادي ندير، غنوريكم حتى هذه علاش ماتت. تعرفوا علاش ماتت؟ الله اعلم، نشوفوها مالها علاش ماتت. عندها الساك، ها الجذر ديالها، ها هما. اذا الجذور ما خدموش حتى هذه العمليه باش تجيو تعرفوها ثاني، منها ندير لكم جوج ديال الفيديوهات او لا فيديو في جوج ديال الفيديوهات. اذا هنا جذورها ها هما ميتين، ما دفعاتش، واخا هو كيبان لكم بيض ولكن ميتين، ما كاينش هذوك الجذور البيضين، هذوك البيضين الصغيرين الشبكه ما كاينينش والو. اذا هنا كيبان لك انت بدات تموت من الفوق، هنا راه بدات تموت من الفوق، ولكن لا، الخطا راه ماشي الفوق، الخطا كاينه في الجذوره. اذا هذه واخا كانت غتبقى حيه كنا علقموها واحد الوقت كانت غتموت. اذا اليوم عطيتها باش ننهيو معها، حيدناها ها هي تحيدات، وغناخذوا هاد البلاصه هذه ديالها غنديروا لها هكذا، نهرسوا هاد الرمله بحال هكذا بشويه باش بحال يلا خدمناها وراويه وزوينه وغبار. هو كيبان لك البوبري هنايا،
يعني هادشي زوين. هنايا كندير هكذا ونولي نضربها هكذا ونولي نصايبها هكذا، وغادي نجيب هاد الشجره ديالنا ديال المانغوا وغنحطوها بحال هاد الطريقه هذه بحال هكذا. هنا غادي نحطها، هاي تحطات، وغادي ندير لها شويه بحال هكذايا، وغادي نجيب رمله كما كانت عاديه لان انا غنسقيها كما كانت الرمله، انا عندي الرمله موجوده، غادي نهز ونحط ليها هنا واخا تكون سخونه ماشي مشكل لاننا غنسقيها. هذه رمله زوينه بزاف وكلها عندي مغبره هنايا. صافي هذه هي العمليه ديالها، ها حنا درنا لها هكذا. اذا العمليه راه ناجحه وغادي نسقيوها وغادي نشوفوا الشجره كيفاش راها دايره. اذا هنا غنبداو نسقيوها، هنا غنعمروا ليها الماء ديالها ونتسناوها حتى تنشفوا وغنوليو نزيدوها باش يبقى الماء الكافي ديالها. اذا حنا جينا حدا هاد الشجرات هادو هما محطوطين عندنا هنا ديال الافوكادو، هادو واحد النوع بوحدو، وهنا هاد المانغو ديالنا ها هي بنجاح ان شاء الله غادي تكون منا واحد 3 شهور غادي تولي الشجره بحالها بحال هادو هما. اذا الاخوان فاش تنشف ولي زيدها شويه باش الماء يبقى كافيها، ومن بعد واحد اليومين 3 ايام عاد تبدا تسقي فيها باش تبدا تولف هي على الماء وعلى داك الجو اللي غتحطها فيه، وتحطها في شي مكان اللي مغطي شويه يعني، وعلى الاقل كاينه الشبكه. دابا راه نشفات، ها حنا زدناها الماء اللي غيكفاها، بارك عليها. اذا تحياتي لكم اخواني اخواتي، تهلاو لي فراسكم دائما في الجديد، واللي ما كيعرفش غادي يتعلم، واللي كيعرف يعلم صاحبه ولا اخوه ولا اي واحد كيما كان. يلا تهلاو لي فراسكم، تحياتي من بالعمارة دائما في الجديد. السلام عليكم.